فيها الدواء للمريض المصري ايضا كانت تكسب. اذا كانت يا فندم سيادتك، اذا سيادتك، وهذا على فكره ليس محظورا، احنا مع ان شركات الادويه تكسب، ولكن اذا سيادتك حدثتني عن ان المكاسب تراجعت، هذا خبط كتير، من الممكن انا ان اتحدث معك ان ايضا مين؟ بند نفقات الدعايه ايضا تزايدت، بند الرحلات الترفيهيه ايضا تزايدت. لما نتكلم عن البعد الخيري للشركات الادويه المصريه، احنا لما بنطلع بره، وسيادتك رائد في هذا المجال، شركات الادويه عندها بعد انساني والتزام اجتماعي موجود تجاه الامراض في بلد ناميه زي البلد المصريه، بتخوض بكل وضوح وصراحه حاله من حالات الحرب النهارده، بتتامر عليها جماعات ومنظمات ودول. كان يجب أن تأتي شركات الأدوية وغرفة صناعة الدواء وترد الجميل للمريض المصري وترد الجميل للصيدلي المصري. تعمل إيه بقى؟ إن النهاردة يحدث نوع من إن الإنتاج. طب ينتج الإنتاج يعني أنت بتقول أنا مش هنتج عشان الدولار. تشغيلة واحدة، تشغيلة واحدة. فين الديفارول أمبو؟ انا بتكلم اهو عن اصناف، ده صنف كانسر، ديفارول امبول انتاج شركه حكوميه. ده بيعالج ايه؟ بيعالج ده حضرتك، ده صنف يعالج نقص الكالسيوم عند الاطفال. ده بيسبب لنا نقص الكالسيوم عند الاطفال، مش موجود في السوق.